أعزائي رجعنا من الفاصل، أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء ومادة العلوم. موضوع حلقتنا النهاردة إن شاء الله بيتناول الدرس الثاني بعنوان التمثيل البياني للحركة في خط مستقيم. طبعا إحنا كلمنا مستر حسام في الحلقة السابقة عن الحركة، مفهوم الحركة ومفهوم السرعة، وقلنا عندنا أربع أنواع من السرعة: سرعة منتظمة، سرعة غير منتظمة اللي احنا بنسميها او العلماء بيفضلوا ان هم يقولوا عليها سرعه متوسطه، واخر سرعه عندنا كانت السرعه النسبيه. اتفقنا مع بعض ان السرعه علاقه بين حاجتين اتنين: المسافه والزمن. والزمن. بالنسبه للتمثيل البياني، ايه موضوع علاقه التمثيل البياني احنا كعلوم؟ يعني ده خاص بالرياضيات. أيه. طب ليه العلماء الفيزياء بيستخدموا هذا التمثيل، او ايه الهدف من التمثيل البياني لهذه الحركه؟ السؤال اللي حضرتك بتقوله دلوقتي احنا ناخده ونقول لاولادنا: بتاخد كراسه معاك وفيها ورقه رسم بياني، ومدرس الرياضه بيعلمك الرسم البياني، يا ترى سالت نفسك ليه بتتعلم الرسم البياني؟ ايه السبب؟ الاستاذ بيقول لك ارسم محور السينات ومحور الصادات وعد المربعات 1 2 3 4 وحط مش عارف ايه مع ايه، فانت بترسم زي الفل، ومره بخط منحني ومره باعمده ومره بخط مستقيم، الاشكال كلها عارفينها. لكن سؤالنا في العلوم بقى: ليه احنا بناخد ده؟ ليه بناخد الرسم البياني؟ جميل قوي كده. باخد الرسم البياني عشان سببين اتنين. رقم واحد ايه هو؟ وصف الظواهر الفيزيائيه بطريقه سهله. يعني انا هقول جسمي بيتحرك بسرعه منتظم من غير ما ابص على الجدول ولا اشوف الارقام بتاعتي، هبص على الرسم البياني هقول لك ده بيمشي بسرعه منتظم او سرعه غير منتظمه، هبص على الرسم هو اعرف كانت سرعه غير ايه منتظم. يبقى رقم واحد ايه؟ وصف الظواهر الفيزيائيه بطريقه سهله. انا مش فاهم، ممكن توسط لي؟ هبسط لك. بعد الشر عننا كلنا، انا تعبان ورحت للدكتور قال لي اعمل رسم قلب، نايمنا على الجهاز وطلع له شريط ورق زي ورقه الرسم البياني كده فيها خطوط طالعه ونازله، هو ما كشفش عليا، انا نمت على الجهاز طلع الورقه فيها الرسمه، بص هو قاعد كده بيشرب النسكافيه بتاعه، بص على الرسم البياني: لا يا مستر انت زي الفل، ده شويه اجهاد او مجهود. طب لا لا لا، لازم تروح تعمل لي اشعه لان الرسم البياني بيقول ان في مشكله. يبقى الرسم البياني اللي شافه الدكتور عمل ايه؟ وصف الحاله بتاعتي انا عندي ايه من غير هو ما يكشف، من غير ما يتعب نفسه. يبقى الرسم البياني وظيفته ايه؟ وصف الظواهر بطريقه سهله. طب رقم اتنين، التنبؤ بالعلاقه الرياضيه. ايه العلاقه الرياضيه؟ يا اما تناسب طردي يا تناسب عكسي، وبرده خطوها في الرياضه. يعني ايه تناسب طردي؟ الاثنين يزيدوا سوا، المسافه والزمن يزيدوا مع بعض، المسافه والزمن يقلوا مع بعض، يبقى دي اسمها علاقه ايه؟ طرديه او تناسب عكسي. واحد يزيد والتاني ايه؟ يقل، يبقى عكس بعض. وده برده هيبان في الرسم البياني. يبقى يجي يقول لك علل، مستر عادل سال، علل للرسوم البيانية أهمية، أو يستخدم علماء الفيزياء بعض الوسائل الرياضية، علماء الرياضيات، كالرسوم البيانية هنقول والجداول. الصيغتين، هنقول الصيغة الأولانية والصيغة الثانية. علل للرسوم البيانية أهمية، اللي الرسم البياني مهم. علل يستخدم علماء الفيزياء والرياضيات الرسوم البيانية، الاثنين عادي. ليه بنستخدم الرسم البيانية؟ بسببين. أكتب رقم واحد إيه هي؟ وصف الظواهر الفيزيائية أو الطبيعية بطريقة سهلة. طب رقم اثنين، التنبؤ بالعلاقات الإيه؟ الرياضية. ده إجابة. يبقى احنا كده بنعرف ليه بندرس الرسم البياني. طب نيجي بقى نشوف الرسم البياني ايه علاقته بينا. في الرسم البياني المستر بتاع الرياضه بيديك جدول، احنا برضه الجدول موجود عندنا على الشاشه دلوقتي اهوت. بص معانا زي ما احنا شايفينه، علاقه بين المسافه والزمن والسرعه موجود على الشاشه حضرتك يا مستر حسام دلوقتي. ماشي، هو في الجدول مسافه بكام؟ 10 20 30 40 اللي هي باللون الاحمر، الزمن 1 2 3 4. خد بالك لو احنا قسمنا المسافه على الزمن اللي عشان اجيب السرعه، 10 على 1 بتساوي كام؟ 10، 20 على 2 بقى كام؟ 10، 3، ايه اللي انا استفدته بقى من ان جبت السرعه؟ استفدت ان دوت بيتحرك بسرعه ثابته. طب نيجي نرسم معايا. الاستاذ في طبعا عندنا في ورقه اسمها ورقه رسم بياني، فانا برسم عليها محورين، محور السينات ومحور الايه؟ الصادات. محور السينات باستمرار الزمن، ومحور الصادات المسافه. المسافه بتاعتك الكراسه متسطره اهي، بقوم انا جاي كاتب ادي 10 اللي هو مديهاني، 20 30 40 ادي 50 ادي 60. الزمن بقسمها بالمسطره بتاعتي 1 2 3 4 5 6. طيب بعد كده برسم ازاي؟ النقطه الاولانيه الواحد مع العشر، اجي مع الواحد كده واجي عند العشره واحط نقطه. الاثنين مع مين؟ مع العشرين، احط عند الاثنين نقطه. الثلاثه اطلع كده اهو. يا طبعا كراسي الرسم البياني بتبقى موضحة اكتر وافضل، بتبقى بالظبط كده. الأربعة، لكن احنا هنا عشان الورقة بتاعتنا غير مسطرة فبنحاول نعمل الجزء ده. ادي الخمسة اهو، اطلع مع الخمسة واجي عند الخمسين اهو. الستة طبعا هم مدين حد الخمسة اهو. ما هو ده التنبؤ بقى كده. انا تنبأت ان لما عند بعد 6 ثواني هيكون قطع مسافة كام؟ 60. 60 اوصل النقط ببعضها اهو، طلع خط مستقيم. ما دام طلعت خط مستقيم يبقى لما القى الرسمه دي يقول لك الرسمه دي بتوصف ايه؟ تقول لي جسم حركه، جسم ايوه
بسرعه ايه؟ منتظمه. بسرعه ايه يا مستر؟ منتظمه. احنا لسه قايلين وحاسبينها، مش احنا حسبنا 10 على 1 كان فيها ال 10، 20 على 2 فيها ال 10، 30 على 3 فيها ال 10، 40 على 4 فيها ال 10، كل مره الرقم ده كام؟ ثابت، عشان ده ماشي بسرعه ثابته. يبقى انا من غير ما ابص على الجدول ابص على الرسمه، لقيت الرسمه بتاعتي العلاقه بين الزين، اخد بالي قبل ما اقول هتكلم على ايه؟ هنا زين وهنا في، وخط مستقيم ده اسمه ايه؟ خط مستقيم، خط مستقيم. ماله؟ مائل، يمر بنقطه الاصل. فين نقطه الاصل؟ اهي اللي هي صفر. يبقى دوت عباره عن ايه؟ خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. يبقى الرسمه دي مسافه وزمن، يبقى بتعبر لي عن ايه؟ جسم يتحرك بسرعه منتظمه. تاني، خط مستقيم عدل اهو وفيه وزين، يبقى ده ايه؟ نقول له جسم يتحرك بسرعه منتظمه. طب لو رسمنا الرسمه تاني كده اهو، ادي زين وادي في، وطلعت لي كده. ايه يا مستر؟ ما هو ده زين وفي، يعني جسم اهو، جسم بيتحرك بسرعه. طب شكل السرعه ايه؟ ما هي باينه يا مستر، الخط طالع ونازل، يعني دي اسمها ايه؟ نقول لك سرعه غير منتظمه. سرعه غير ايه؟ منتظمه. يبقى لما كان الخط الاولاني طالع مستقيم اهو، كنت بقول دي اسمها ايه؟ قلت سرعه منتظمه. لما الخط طلع مش مستقيم، خط منحني بالشكل ده، يبقى ده اسمها سرعه غير ايه؟ منتظمه. طب الحاله الثالثه بتاعتنا، انا ركبت العربيه ومشيت بيها اهو، ادي زين وادي فين، مشيت لحد مسافه 100 متر ولقيت الاشاره قفلت عليا، الثانيه الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه انا واقف في مكاني، ادي واحد زي ما انا، اثنين زي ما انا، ثلاثه زي ما انا. طبعا بتشوفوا اشارات المرور فيها ارقام. هنا الجسم ده بيتحرك ولا ساكن؟ لا يا مستر، ده مش بيتحرك. امال ده ايه؟ تقول لي ده جسم ساكن. ساكن ليه؟ لانه لم يتغير موضعه بمرور الزمن، مكانه ما اتغيرش بمرور الوقت. بعد 100 متر فضل واقف عند النقطة ألف، وبرضه واقف عند النقطة ألف، بعد الثانية الثانية عند النقطة ألف، بعد الثانية الثالثة عند النقطة ألف، بعد الثانية الرابعة، يبقى ده جسم إيه؟ نقول له ده جسم ساكن. طب سرعته يا مستر؟ يا سلام، سهلة أوي. هتقول السرعة بتساوي كام؟ أقول لك سرعته بتساوي صفر. تاني، ما هو مفيش سرعة، مش السرعة معناها معدل التغير في المسافة؟ وأنا عندي المسافة ما اتغيرتش، ما دام المسافة ما اتغيرتش يبقى السرعة بتساوي كام؟ نقول لك السرعة بتساوي صفر. يبقى أنا كده خدت كام رسمة دلوقتي بسرعة؟ ادي تلات رسومات، ادي اول شكل زين وفي وخط مستقيم، زين وفي والخط بتاعنا مش مستقيم، زين وفي وخط مستقيم. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده خط مستقيم مائل يمر بنقطة الاصل. امال ده خط مستقيم ماله؟ يوازي محور الزمن، عشان بيجي لك اكمل. يبقى هنا الجسم ماله؟ تقول لي بيتحرك الشكل الاولاني. الجسم بتاعنا هنا رقم واحد ده سرعه منتظمه. طب رقم اتنين سرعه غير منتظمه. تلاته السرعه بتساوي صفر. طب الاسئله اللي بتيجي، هيجي يقول لي ارسم بس يا مستر؟ لا مش بتيجي ارسم، امال بيجي ايه؟ يجيب لك هو الرسمه ويقول لك طلع من الرسمه المسافه بتاعتك بتساوي كام؟ طلع من الرسمه الزمن، طلع من الرسمه السرعه اللي احنا خدناه، ومش احنا خدنا مسافه وزمن وسرعه؟ يبقى من خلال الرسم يقول لك. طب ممكن نشوف فكره؟ اه بصوا معايا. هجيب رسم بياني اهو. هنا زين وهنا في، ورسم الخط بتاعنا المستقيم كده، وادي النقط بتاعتنا اهو. هنا 1 2 3 4 5. نظبط الورقه بس يا مستر حسام سنه صغيره. ماشي. 5 10 15 20 25 من الشكل المقابل اوجد 1 المسافة المقطوعة بعد كم ثانية؟ 4 ثواني. اجيبها ازاي يا مستر؟ سهل اهو، اجي عند رقم 4 اللي هو ده، واطلع كده قابلت الخط المائل في نقطة اللي هي دي، اجي على الناحيه الثانيه هلقى فين؟ عند رقم 20، لان دي رقم 15 هنا. يبقى المسافه بتاعتي بعد 4 ثواني هقول له بتساوي كام؟ من الشكل هقول له بتساوي 20 متر مثلا، نقول الزمن ده بالثانيه والمسافه دي بالمتر. يبقى بعد 4 ثواني لقيت المسافه بتساوي كام؟ 20. طب لو بعد ثانيتين هعمل نفس الكلام، هطلع كده هتقابل هنا، همشي كده هلقى المسافه بتساوي كام؟ 10. طب بعد 3 ثواني نفس الكلام، هطلع كده اتقابلت هنا هلقى المسافه بتساوي كام؟ 15. طب نعكس السؤال، بيقول لك من الشكل المقابل اوجد الزمن الذي قطعه الجسم او استغرقه الجسم لقطع مسافه 25 متر. مسافه
زي ما قال مستر عادل 25 متر. اجي عندي 25 وامشي كيدز، همشي بقى العكس هنا اهو، هنزل كيدز لقيت الرقم كام؟ 5. يبقى عندي الزمن هقول له كام؟ هقول له 5 ثواني. طب لو المسافة كانت 5 يبقى خد زمن قد ايه؟ اجي عند الخمسة وانزل كده، هل الزمن بيساوي كام؟ 1. صعبة؟ لا ده ممكن كمان يقول لي احسب سرعة الجسم من خلال الرسم البياني، احسب السرعة كده. احنا جبنا ايه من الرسم؟ مرة المسافة ومرة الايه ومرة الزمن. التالتة عايزين السرعة زي ما قال مستر عادل. اقسم اي رقمين على بعض، مسافة على زمن، لي السرعة بتساوي فين على زين. هقسم 5 على 1، طب ماشي فيها الكام؟ 5. واحد تاني يقول لك لا انا هقسم 10 على 2 برضه فيها الكام؟ 5. التالت هيقول لك 15 على 3 برضه فيها الكام؟ 5. الرابع 20 على ايه يا ما؟ هي 5. مش احنا ده خط مستقيم؟ ما دام ده خط مستقيم يبقى السرعه بتاعتك مالها؟ تقول له سرعه ثابته، يعني سرعه منتظمه ما بتتغيرش اهو. ده ممكن يجيب الرسمه ويقول لي هل الجسم ده يتحرك بسرعه منتظمه ام لا؟ ايوه، ما هو ده ساعتها بقى هيبين لنا الايه؟ الرسمه بتاعتنا كانت خط مستقيم ولا خط منحني. طب في سؤال تاني وفكره تانيه اهو. هي دي كده، هنا كده نطول دي شويه، ده الزمن وادي المسافه. الزمن هنا بالثانيه وهنا المسافه بالمتر، والاثنين دول نفس المسافه. المسافه بتاعتنا هنا كام؟ هنقول مثلا 100 متر. الزمن دوت 10 والزمن ده 20، وكتبنا هنا عادل وهنا حسام. ماشي، انت الاسرع يعني؟ ماشي يا مستر. ايهما اسرع ولماذا؟ من الشكل المقابل اهو، من الشكل المقابل مين الاسرع؟ اسرع ازاي يا مستر؟ سهله، في اجابتين. اول اجابه هجيب السرعه بتاعتي. طبعا طالما قال لي ايهما اسرع لازم احدد السرعه بتاعتي، أجيب وعشان مين اجيب أسرع؟ السرعه اجيب سرعه مستر عادل وسرعه حسام. السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الزمن. المسافه على الزمن، المسافه بتاعتنا كام؟ احنا الاثنين واحده 100، يبقى ما اتغيرتش. لكن الزمن ده زمنه كام؟ 10، يبقى 100 على 10 فيها ال 10. ده زمنه كام؟ 20. 100 على 20 فيها الكام؟ فيها ال 5. يبقى مين اسرع؟ نقول له مستر عادل اسرع. مستر عادل اسرع ليه بقى؟ ما هو بيقول لك ولماذا؟ السؤال هنا سؤالين في بعض، يبقى لازم اخلي بالي ان السؤال مش بس ان انا بحدد السرعه وكده ما جاوبتش. يعني لو انا جيت دلوقتي جبت السرعه بتاعتي الاول، انا 10 متر كل ثانيه وسرعتك 5 5 متر لكل ثانيه، هل انا كده جاوبت على المساله؟ لا لا كده ليه؟ السؤال هو بيقول ايه؟ ايهما اسرع؟ انا ما جاوبتش، يبقى لازم اقول له مين؟ هنقول مين اسرع؟ نقول مستر عادل اسرع. ليه اسرع؟ نقول السبب لانه ده السبب علل قاطع نفس المسافه، المسافه في زمن في اقل، في زمن اقل. سؤال خايب وسهل بس بنغلط فيه، لازم أن اكون مشغل دماغي. طب في حد ثاني من غير ما يقسم يقول لي يا مستر ما هو ده مشي 100 زمن، وده خد زمن 10، ده مشي 100 وخد زمن 20، يبقى مين اسرع؟ اللي وصل الاول. اللي وصل الاول مين؟ اللي خد 10 ثواني. يبقى عادل اسرع من حسام. ليه اسرع من حسام؟ عشان خد نفس المسافه في زمن ايه؟ اقل، من غير ما يحل دول. لكن قلت لك خد بالك ايهما اسرع لازم تجيب له السرعه. ماشي، ممكن يبقى في لعب بقى لو المسافه مختلفه والزمن مختلف. هنا بقى لما نضطر بقى نبدا لازم اعمل عمليه ايه؟ طب مش بنكتب الفكره دي بالمره نشوفها نفس الفكره برضو بنفس الشكل ون ايه اهو. ادي هنا نغير ادي فيه. زين وادي فيه، ده مشي لحد كده وده مشي لحد كده، ده كده. احنا ممكن كنا طولنا مثلا اللي فوق الاول بحيث ياخد زمن اكبر مع المسافه اللي يبقى هنا نفس الفكره، نفس الفكره بس ماشي. طبعا على اساس برضو ابنائنا نبقى عارفين، مش عشان ما يبقاش اللي قطع الأولاني مسافه هو اكبر. ماشي. نغير المساله، نغير الشكل، مفيش مشكله. لا بس هم اذكياء يعني، مش معقوله احنا وضحنا دلوقتي ازاي بنتم الايه الموضوع. ايوه كده، الارتباط بتاعهم يعني يبقى لازقه كده. طب بصوا معايا ده كده عشان ما يتلخبطش. هنا التاني ناخدها بلون اسود. ماشي، ده كده واحد، ده الجسم الالف. طيب والجسم التاني هقول لك ب اهو، نطوله شوية كده طلعه فوق نفس الم... هطول دي شوية، نطول ألف شوية. نفس الرسمة كده، ما غيرناش حاجة. طيب معلش هنظبطها دلوقتي المرة الجاية. ممكن ندي الأرقام، ندي ماشي. الأرقام بتاعتنا ونشوف الدنيا. هنقول ده بمية، وده خلاص ده مش معايا، وهخلي ده ب 80، الزمن بتاع الاسود 20 والزمن بتاع الاحمر 25. ادي زين وادي فين. السؤال بتاعنا مين اسرع وليه؟ مين اسرع، الف ولا ب؟ يبقى هجيب عين للالف وعين للب. عين بتساوي ايه؟ فيه على زين. فيه بكام؟ اجي عند الالف اهو، انزل كده الالف فيه بكام؟ ب 80، وانزل كده الزمن ب 25. هنا عند ال ب
المسافه بكام؟ المسافه ب 100، وانزل كده عند الزمن ب 20. 20 100 على 20 بتساوي كام؟ 5 متر لكل ثانيه. هنا 80 على ال 25 على بكام؟ 5 فيها ال 5 و80 هنا على ال 5 16 هنا 5 يبقى يطلع 3 وتفضل 1 يبقى 3 و2 من 10 متر لكل ثانيه. يبقى مين اسرع؟ عين ألف مشيت مسافة 100 متر في 20 ثانية، وعين ب مشيت مسافة 80 متر في 25 ثانية. يبقى مين أسرع؟ اللي خد السرعة بتاعتنا 5 متر كل ثانية، واللي خد السرعة 3.2 من 10 متر لكل إيه؟ لكل ثانية. هو طبعا هنا يعني السؤال ممكن يجي رسم بياني أو ممكن يجي أكمل، يقول لي أكمل في العلاقة البيانية مسافة وزمن تمثل السرعة المنتظمة بخط نقط ويكمل. أيوة. بينما يمثل الجسم الساكن بخط نقط. ماشي. يبقى هنا ده هي نفس الايه الإجابة. الفكره، ولكن تحولت من رسم بياني الى إكمل. سؤال إكمل. مقالي. طب هو برضو نفس الكلام اللي قاله مستر عادل بيجي بصيغه تانية. ايه الصيغه التانية؟ هو يقول لك ارسم، ارسم العلاقه البيانيه لجسم بيتحرك بسرعه منتظمه، ارسم العلاقه البيانيه لجسم ساكن، ارسم العلاقه البيانيه لجسم بيتحرك بسرعه غير منتظمه. هو هو السؤال، انت اللي هترسم. يعني انت فهمت الرسم؟ اه فهمت الرسم. يعني ايه ارسم علاقه بيانيه لجسم يتحرك بسرعه منتظمه؟ هتقوم جاي كده كاتب اهو، انت اللي هترسم ادي زين وفي، وترسم خط مستقيم مائل يمر بنقطه الاصل. يبقى دي اسمها ايه؟ هتقول لي دي اسمها سرعه منتظمه. انت اللي رسمت، بتطلب منك في الامتحان. او يقول لك جسم ساكن ادي زين وفي ويتحرك كده، يبقى ده جسم ايه؟ جسم ساكن. السرعه بتاعته بتساوي ايه؟ السرعه بتاعته بتساوي صفر. طب في سؤال تاني جه في امتحان من امتحانات القاهره، بس الكلام ده بقاله فتره يعني كام سنه تقريبا كده. جه كده قال لك اوصف حركه الجسم، وكتب هنا زين وكتب هنا في ورسم كده الف ب ج وبعد كده د. قال لك صف حركه الجسم خلال رحلته من الف الى د. يعني ايه؟ من الف لد اوصفها لي، من ب لج اوصفها لي، من ج لد اوصفها لي. حاضر. يبقى الف ب ده خط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل، يبقى ألف ب بيتحرك الجسم بسرعة منتظمة. طب ب ج، ب ج جسم ساكن حدث توقف في الحركة سرعته بتساوي صفر. ج د جسم بيتحرك، نرفع بس الورقة لفوق مستر حسام، جسم أيوة. بيتحرك بسرعة منتظمة. طيب يجي يقول لك في نفس السؤال، الجسم بيتحرك بسرعه منتظمه في اي منطقه؟ تقول لي المنطقه ا ب بيتحرك بسرعه منتظمه، والمنطقه ج د بيتحرك بسرعه منتظمه. هو من نفس الرسم؟ اه من نفس الرسم. طب ممكن سؤال هو على نفس الرسمه دي هرسمها واحط عليها اسئله ثانيه. اهي كده 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 ا ب ج د، وهحط ارقام. ادي المسافه بتاعتنا بالمتر، وادي الزمن بتاعنا بالثانيه. الارقام بتاعتنا، الأرقام بتاعتنا هنا هكتب 5 وهنا 10 هنا 15 بالدقايق بقى. المسافة بتاعتنا هنا هقول 50، وهنا المسافة بتاعتنا هقول 100. إيه اللي مطلوب؟ نخلي الزمن بالدقايق يا مستر حسام؟ نخلي الزمن بالدقايق؟ اه هيبقى كتير قوي. لا لا حلو 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 ماشي، الزمن نخليه بالدقيقة. احسب سرعة الجسم خلال مين ومين؟ أ ب و ب ج و ج د. طيب نبدا ب ا ب. ا ب السرعه بتاعتنا بتساوي المسافه على الزمن. المسافه منين لفين؟ من صفر ل 50، يعني هتقول لي 50 ناقص صفر. الزمن من صفر ل 5، يعني هتقول لي 5 ناقص صفر، يعني بقت 50 على 5 بتساوي كام؟ نقول لك 10 متر لكل ثانيه. طب دي اول واحده. الثانيه عايزين السرعه في الفتره ب ج. ب ج اهو هقول لك ب ج عين بتساوي ف على زين. ف بدا من كام؟ من 50، وانتهى برضو عند كام؟ 50 اهو، بدا من هنا لهنا. الزمن بدا من 5 ل 10، يعني 10 ناقص 5، يعني 0 على 5 بتساوي كام؟ بتساوي 0. عشان كده بقول ان الفتره دي الجسم بتاعنا ساكن، حصل فيها توقف او حادث. ايوه بالظبط، يعني أيوة. ما فيش سرعه حتى بالحسابات. 50 ناقص 50 0، 0 على اي رقم بكام؟ بصفر. طب الفتره ج د، ج د اهو هكتبها هنا اهو، ج د ج د بتساوي ف على زين. فين ف؟ اهو من اول 50، ابدا من ج لحد مين؟ لحد د، يعني ف بتساوي كام؟ هتقول لي 100 ناقص 50 على الزمن من كام لكام؟ من 15، من 10 ل 15، يبقى 15 ناقص 10. 100 ناقص 50 بكام؟ تقول لي 50، و15 ناقص 10 5، يبقى بتساوي كام؟ 10 متر لكل ثانيه. هقولها كمان مره.
ليه انا بطرح من صفر؟ عشان خاطر تتعود تطرح بعد كده. يبقى نقول عندنا المسافه بتاعتنا بجيبها ازاي؟ بدا منين؟ من الف. الالف دي كانت بكام؟ بصفر. وصل لمين؟ لب. كانت بكام؟ ب50. يبقى المسافه بتاعتي اللي هي الف ب يبقى 50 ناقص صفر. الزمن بدا من صفر لحد 5 يبقى 5 ناقص صفر. يبقى الاجابه بتاعتك هنقول لك ايه؟ 50 على 5 بتساوي كام؟ 10. ب لج المسافه على الزمن. بدا المسافه عند ال ب ب 50 وانتهى بالمسافه عند ج برده ب 50 يبقى 50 ناقص 50. الزمن بدا من زمن 5 ثواني لحد زمن 10 ثواني يبقى الزمن 10 ناقص 5 يبقى بتساوي 0 على 5 بتساوي 0. في الفتره ج د المسافه بتاعتك كام؟ 50 عند ج وعند د كام؟ 100. اطرحهم من بعض يبقى 100 ناقص 5 ناقص 50. الزمن بدا من 10 راح لحد 15 يبقى على الزمن 15 ناقص 10. وطبعا السرعه هتطلع متر لكل دقيقه، هي هي 10 متر لكل ثانيه او لكل دقيقه حسب ما احنا كل ايه لكل دقيقه. واحنا قلنا ليه الزمن بالدقايق؟ لو قلنا عندنا بالنسبه هنا حدث ثقب في اطار هذه السياره او الدراجه، ما الفتره الزمنيه التي استغرقها اصلاح هذا الايه الثقب؟ طب ماشي نغير السؤال. احنا هنا يعني خليها على قد الجزئيه دي. ماشي اهو. ماشي كده. الف ب ج د، ادي الزمن بتاعنا وادي المسافه. الجسم اتحرك من ا لحد ب، من ب لحد ج، من ج لحد د. واحد راكب العجله بتاعته، العجله بتاعته اتخرمت، قعد يصلحها. قعد ايه؟ يصلحها. طب بدايه التوقف عندي عند الزمن أيوة. كام او عند نكتب الازمنه بقى. طيب نكتب الازمنه أيوة. نقول هنا 4 هنا 8 هنا 12. الزمن بتاعك الاول نجاوب السؤال بتاع مستر عادل وبعد كده نحط الاسئله بتاعتنا. السؤال بتاع مستر عادل، الفتره اللي حدث فيها توقف هي الفتره استغرق زمن قد ايه لاصلاح العجله بتاعته الدراجه اللي هو كان راكبها يا مستر؟ هو الاول لازم احدد على الرسمه هو واقف فين. طب هو واقف فين؟ ده هو من ا لحد ب بيقول ان السرعه بتاعته الراجل ماشي زي الفل. عند ب وقف وعند ج فضل واقف، يعني الفتره دي كده كلها هنا كده ده الجسم ساكن، يعني واقف ما بيعملش اي حاجه غير انه يصلح العجله. طب وقف يصلحها من كام لكام؟ من 4 لحد 8. من 4 لحد 8 يعني الزمن قد ايه اللي خده؟ تقول لي 8 ناقص 4. لو الزمن بالدقائق يبقى اقول له 8 ناقص 4 بتساوي 4 دقائق. لو الزمن بالثواني هقول لك 4 ثواني. يبقى هنا قاعد يصلح في العجله قد ايه؟ من 4 لحد كام؟ لحد 8. يبقى الفكره هنا ان انا بطرح الزمنين بدايه الفتره موقف. ونهايه الفتره، ودايما النهايه ناقص البدايه، يبقى الزمن الاكبر ناقص الزمن الاقل. ما اقولش مثلا لا ده هو خد 8 دقائق في الاصلاح، ما بداش أيوة. من الصفر. صح. انا بشوف التوقف فين، يبقى البدايه 4 والنهايه 8. 8 ناقص 4 تديني 4. زي بالنسبه لي راح المدرسه امتى وخرج امتى؟ راح المدرسه الساعه 8 الصبح وخرج الساعه كام؟ الساعه 12. يبقى قعد قد ايه؟ تقول لي من 8 ل 12. ما تقوليش قعد 12، لا ما ينفعش. اخد الفتره زي ما قال مستر عادل، انا جيت الساعه كام ومشيت الساعه كام. هو كان راكب العجله، العجله اتخرمت منه، وقف في مكانه، كان قد ايه؟ بعد قد ايه ما مشي؟ تقول لك بعد 4 دقائق. قاعد صلحها قد ايه؟ قاعد صلحها كمان لحد 8. يبقى كده قعد قد ايه؟ تقول لي من 8 ل 4، يبقى قعد قد ايه؟ يبقى قعد 4 دقائق. وما ينفعش اقول 8 ناقص 12 او 4 ناقص 8، لان هنا معايا على الاقل حاسبه هتطلع اشاره بالسالب، فممكن تعمل لي ممكن تعمل مشاكل بعد كده لو انا ما خدتش بالي وبدات احل. ده كده الجزء الاول اللي موجود عندنا. في عندنا حاجه جديده بقى تسمى العجلة. هل هي العجلة الموجود مقصود بيها، ولا العجلة دي علاقة رياضية، ولا ايه بالظبط عندنا؟ طيب طبعا احنا دلوقتي اخدنا الجزء وقلنا معظم الافكار اللي بتيجي على الجزء بتاع الرسوم البيانية، وفي انتظار اتصالاتكم لو في اي حاجة واقفة قصادها. طب نيجي بقى لجزء العجلة. ايه هو تعريف العجلة؟ تعريف العجلة اخو تعريف السرعة مع تغيير كلمة واحدة. كان ايه هي السرعة؟ معدل تغير المسافة بالنسبة للزمن. طب العجلة معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. أقولها تاني، العجلة إيه هي؟ معدل تغير مين؟ السرعة بالنسبة للزمن. يعني لازم يبقى في تغيير في السرعة. على الشاشة هي موجودة مقدار تغير السرعة خلال وحدة الزمن أو خلال الثانية الإيه؟ الواحدة. العجلة التغيير في السرعة على الزمن التغير. ج بتساوي دلتا عين على دلتا زين. طب نقف هنا مستر عادل شوية، أحب أوضح الحتة دي بس معايا. بصوا معايا يا حبايبي. إحنا قلنا ج بتساوي دلتا عين على دلتا ايه؟ الدلتا دي اللي هو المثلث ده اسمه دلتا، ودلتا ده معناه ايه؟ معناه الفرق بين السرعتين. يعني ايه الاول؟ الفرق بين السرعتين او مقدار التغير في السرعه او التغير في اي حاجه. طب بصوا معايا كده عشان نفهم، معلش دقيقه واحده كده. انا بقول كلمه عجله يعني تغيير في السرعه، يعني ايه؟ ما اناش فاهم برضو يعني عجله زي ما قال مستر عادل، العجله اللي انا بركبها ولا عجله العربيه ولا عجله ايه بالظبط؟ لا، كلمه عجله الواد ده ماشي مستعجل، الانسه دي ماشيه مستعجله. عرفت ازاي؟ مش خطوتها ما بتمشيش كده ابدا، ما بيمشيش كده، لازم الاب يجري في الشارع. بيجري ليه؟ هو ماشي على مهله وجاي
رايح المدرسه، نسي نفسه في الشارع وهو ماشي على مهله، واحد اتصل عليه قال له ده هيقفل الباب بتاع المدرسه، يا ترى هيفضل ماشي على مهله ولا هيمد شويه؟ هيمد شويه، هيغير السرعه، يعني هو كان ماشي بسرعه مثلا نقول مثلا بسرعه 5، صاحبه اتصل عليه هيفضل ماشي بال5؟ لا ده غير سرعته، يعني بقت الناس شايفاه بيجري في الشارع، يعني بقى مستعجل، يعني ماشي بعجله، اه يبقى كده ماشي بالعجله، يعني غير السرعه بتاعته، بان خطوته بقت سريعه شويه، يبقى نقول ده عليه اسمه ايه؟ مستعجل، يعني في عجله، في استعجال في حركته. يبقى هو كان ماشي بسرعه 5، لما صاحبه كلمه بقت السرعه 8، طب لما اجي اعوض لسه قايلين جيم بتساوي عين على زين، عين دي اكتب انا واحده فيهم، الخمسه اللي كان ماشي بيها ولا امشي اكتب الثمانيه؟ لا يا مستر، ما انت وقفت دلتا قبلها، الدلتا دي يعني بتقول لي الفرق، زي ما انا كتبت دلوقتي الفرق بين السرعتين، يعني مش هكتب 5 ولا هكتب 8، امال هعمل ايه؟ هقول 8 ناقص 5، طب ليه بديت بال8؟ ما دي السرعه النهائيه اللي وصل لها، ناقص 5 اللي هي السرعه الابتدائيه، يعني بقول عين 2 اللي هي السرعه النهائيه ناقص عين 1 اللي هي السرعه الابتدائيه على الزمن اللي هو اخده. طب ندي مثال بقى كده، بصوا معايا. جسم بيتحرك بسرعه 3 متر في الثانيه وبعد ثانيتين اصبحت سرعته 8 متر في الثانيه. اوجد العجله. عايزين جيم. جيم بتساوي ايه؟ دلتا عين على زين. طب ما انت قايل يا مستر ان دلتا عين بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على زين، يعني اكتب ده ولا اكتب ده؟ لان خلينا نشتغل في ده عشان ده هنحل بيه مسائل كتيره، يبقى هسيب ده شويه. يبقى عين 2 ناقص عين 1، فين عين 2 اللي هو السرعه بتاعته بقت ب8، فين عين 1 اللي هي 3 على الزمن كام؟ ثانيتين. 8 ناقص 3 بتساوي كام؟ 5 على 2. ايه التمييز بتاعنا؟ 2.5 متر لكل ثانيه تربيع. لا استناني بقى يا مستر كده، عايزين نوضح ايه حكايه التربيع دي. احنا قلنا السرعه الوحده بتاعتها متر لكل ثانيه او كيلو متر لكل ساعه. طب والعجله الوحده بتاعتها متر لكل ثانيه تربيع او كيلو متر لكل ساعه تربيع. ايه حكايه التربيع دي وجت منين؟ اه ما انا لسه بقول ان ج بتساوي عين على زين، معدل تغير السرعه بالنسبه للزمن. الزمن وحدته ايه؟ وحدته ثانيه اللي هو اهو كتبته. طب والسرعه لسه كاتبها يا مستر فوق، متر لكل ثانيه، يعني السرعه متر على الثانيه وادي ثانيه، يبقى المتر فوق لوحده، ثانيه في ثانيه تبقى ايه؟ تبقى ثانيه تربيع. يبقى ج بتساوي ايه؟ هقول لك متر، الشرطه دي اسمها لكل ثانيه تربيع. يبقى احنا كده عرفنا التربيع دي جت منين؟ اه عشان عندي ثانيه في ثانيه. يبقى العجله وحدتها ايه؟ تقول لي متر لكل ثانيه تربيع، ما ننساهاش. يبقى لما اجيب لي مساله، اي مساله دلوقتي عشان احلها، افرق بين السرعه والعجله. افرق ازاي؟ الرقم الموجود جنبه متر لكل ثانيه بس يبقى ده رقم السرعه، الرقم الموجود عندي جنبه كلمه ثانيه تربيع يبقى ده بتاع العجله. كمان مره عشان ما اتلخبطش، المساله بتاعتي هيكون فيها اربع حاجات، انا عندي جيم وعندي زين وعندي عين 2 وعين 1، عشان اطلع المعطيات بتاعتي الزمن انا عارفه وحدته الثانيه. طب جيم وعين وعين، عين وحدتها متر لكل ثانية، يبقى عين واحد تبقى متر لكل ثانية، وعين اتنين وحدتها متر لكل ثانية، وجيم متر لكل ثانية تربيع. اوعى تلخبط نفسك وتبدل جيم مكان عين، ما تاخدش بالك من كلمة تربيع، هتحل المسألة غلط. فإن شاء الله بإذن الله هنحل مسائل كتير وهنوضح كل الأفكار اللي موجودة في العجلة، وما ننساش القانون بتاع اللي أنا بحل عليه بيتحفظ. هنقول دلوقتي بسرعة، برسمه كده أهو، كده جيم وكده زين، وهنا عين اتنين ناقص عين واحد. ادي اللي انا هحل عليه مسائل العجله. من عين 2 السرعه النهائيه، ومن عين 1 اللي هي السرعه الابتدائيه، وجيم اللي هي العجله، وزين اللي هو الزمن. وحده قياس العجله كل ده يا مستر حسام كل ثانيه تربيع، لان وقت حلقتنا للاسف انتهى. فكل ده ان شاء الله الحلقه القادمه هنبدا نشوف الجزء ده ونبدا نستكمل ان شاء الله في الحلقه القادمه. شكرا لك يا مستر حسام. شكرا لك يا استاذ عادل، وان شاء الله نتمنى ان احنا نكون فادنا اولادنا، وفي انتظار تليفوناتكم ان شاء الله. ابنائي وبناتي حتى نلتقي في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.